طيب طلال، مثل ما شفت انه نحن هيك بنمزح اوقات، بس في كثير اوقات رح نحكي جد. تفضلي. رح نحكي جد بكثير اوقات، وفي اوقات رح نتساير نحن وعم نعمل مهمه معينه تنشوف شو مخبيين لك الفيميلز بفقره عنتر بالبيت. يلا. يلا. برات البيت عامل لي عنتر وبيتمشى وبيتغنتر، وعشي كل ما بيجي عالبيت بيقول لي داخلي جسمي مكسر. برات البيت عامل لي عنتر وبيتمشى وبيتغنتر، وعشي كل ما بيجي عالبيت بيقول لي داخلي جسمي. طلال، بهالفقرة رح نتعرف على أربع صبايا عشان. يلا. هاي أنا اسمي ماريانا. هاي أنا اسمي نورا. هاي أنا اسمي لورا. هاي أنا اسمي غوا. كلهم بيخلصوا بحرف الأي، شو بعد بدنا؟ مين بدك تختار؟ بدك تختار صبية منهم لأنه مخبيت لك تحدي بدك تقوم فيه. لا هيك ما فيه. ليه؟ انه بدي بعد شويه حوار اكثر من هيك. مو هيدا هو صوب من الاسم، لكن عم بنقي هيك بدون خيار شخصي لانه قواعد اللعبه، بس بدنا حدا ايزي جوينج، يعني حدا اوريدي حيقول شيء دغري. اي اكيد كل وحده منهم عندها تحدي لك. ماريانا، كل مره عدوها شب الدليفري، بس اذا طلبت بدها الاكل يوصل على الوقت قبل ما يسقع.